اهلا وسهلا، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. جيت معكم اليوم في فيديو جديد. فهاد الفيديو غادي نهضر لكم على الموضوع ديال كيفاش انني كان عندي مع الماتيغ ديال والماده ديال الاناتومي، نظرا لبزاف ديال الناس ما تخيلوش شحال ديال الناس اللي كيوصلوني، ديال الناس عندهم مشكل في هاد الماتيغ. وفاش كنقول لهم انا بالنسبه ليا كانت هي احسن ماده وكانت كتعجبني بزاف، فكيقول لي شاركي معنا كيفاش يعني كنتي كتفهميها، كيفاش كنتي كتعاوني راسك حتى حسنتي من راسك من ومن المستوى ديالك في الاناتومي. فهادشي اللي غنشارك معكم اليوم في هذا لا فيديو. كنتمنى ان هاد النصائح يفيدوكم، ولا عجبكم لا فيديو ما تنسوش تخليو لي لايك ديالكم، ولا كنتو جداد في القناه ما تنسوش انكم تشاركوا وتفعلوا زر الجرس باش كيبقى يوصلكم ديما الجديد. فكما قلت لكم هاد لا فيديو غادي نهضروا على كيفاش تحسنوا من المستوى ديالكم في الاناتومي. الصراحه ما غاديش نقول لكم انا في الاول جاتني سهله وانني دغيا يعني عجبتني وعطيت فيها، لا بالعكس، كانت يعني فاش كنت دخلت لاكول ديال لانفيرموري كانت اول حصه عندي ندخل ليها لاكول وباقا فيها الخلع وكل شيء كانت هي ديال الاناتومي. وملي دخلنا وكان عطانا الاستاذ يعني فكرة عامة على الاناتومي، على المواد يعني على الدروس اللي نقراو فيها، الصراحة تخلعت وخرجت يعني خرجت مشوكية وكنقول وقيل ما نكملش في هاد الدومين، وقيل ما نعطيش فيه، يعني تخلعت وتشوكيت وبقى عاقلة عليها وبقيت يعني متردة. يعني في داك النهار كنت كاع كنقول انني وقيل غنحبس. مهم فاش كنا بدينا القراية فكانت كتجيني في الاول صعيبة، كانت كتجيني صعيبه وكنبقى نشوف شنو غادي ندير. فاش كنت كندير الحاجه الاولى والنصيحه الاولى اللي غنعطيكم هي فاش كنا كنديروا داك الدرس، نفوا كنمشيو كنمشي للدار فكنراجع داك الدرس، فكنت كندخل كنمشي للبيسي كنعاود نقلب في جوجل. الصراحه دابا يعني كاين متاح ليكم بزاف ديال الحوايج. انا ديك الساعه كنت كنقلب فكنت كنلقى لي زارتيكل غير بالانجلي وبالفرنسي، وديجا كنت يلا بادي القرايه في لانفيرموري وكان عندي مشكل في الفرنسيه ديجا شاركت معكم، وكنت كنقرا هذوك الدروس بالانكلي، دونك كنت كنبقى نخدم بالتراديكسيون باش انني نزيد نثبت هذوك المعلومات في الدماغ ديالي. وكما العاده كتكون حدايا لاجوندا ديالي، فهذوك النقاط الاساسيه اللي ما تقالوش ليا في الدرس او اللي مهمه او افكار اللي ما خصنيش ننساهم على داك الدرس، فكنت كنوطيهم في داك لاجوندا ديالي. يعني هذه شي حاجه اللي مهمه، يعني ضروري انك نهار اللي غدير داك الدرس مثلا قريتو مثلا اليوم لاباغاي ديجيستيف نبغيتي تمشي للدار، فانك تعاود تقلب في جوجل، كاين دابا اليوتيوب، تقلب في بالعربيه بالفرنسيه اللي بغيتي و هذا وتكتبوا هذوك لي نوت اللي مهمه والمعلومات المهمه في لاجوندا ديالكم، كتبوهم بالعربيه كتبوهم بالدارجه كتبوهم بالفرنسي باش ما بغيتو، حيت هذيك لاجوندا ديالك دونك غادي تبقى معاك انت او نتي، ماشي كتكون ضروري خصك تكتبها بالفرنسي، لا كتب بالطريقه اللي بغى يشوف باللغه اللي بغى يشي، مهم انت او نتي تبقى عاقله عليها. يعني كاينين انا شي كلمات كنت كتبهم بالدارجه باش نعقل المعلومات بالدارجه، يعني اللي كاتبها بالفرنسي كاين اللي كاتبهم بالعربيه، مهم هذيك لاجوندا ديالك كتبو فيها كيف ما بغيتو، مهم المعلومات اللي ما غتنساهمش. فهذه حاجه مهمه اون فوا تخرجوا من لا كلاس، يعني هادشي راه في لي ماتيغ كاملين، تمشي للدار تعاود داك الدرس تقلب عليه في جوجل تقلب عليه في يوتيوب وتعاود تخلي حداك لاجوندا وتنوطي المعلومات اللي مهمه واساسيه. هذه الحاجه الاولى اللي كنت كندير. الحاجه الثانيه واللي اساسيه واللي خلاتني انني نبغي لاناتومي اكثر هو انني خديتها من واحد الجانب الايجابي، فخديتها ان هي الماده الوحيده اللي كنقراو فيها داكشي اللي متعلق بالدش ديالنا حنا، يعني بلوكوغ ديالنا، يعني بلي زوركان ديالنا، يعني بزاف د المعلومات ما كنتش عارفهم. يعني خديتها من داك الجانب انني كنكتشف لوكوغ ديالي، كنكتشف لي زوركان اللي في لوكوغ ديالي، كنكتشف لوكوغ ديالي كيفاش كيخدم، كنكتشف بزاف ديال الحوايج. خدوها من هذا الجانب، يعني كتقرا بحال كتعرف على الدش ديالك انت او نجي، يعني خديتها من هاد الناحيه. يعني انا مثلا قبل ما ندخل الدومين كنت عارفه مثلا ان مثلا في لي زوركان اللي في لوكوغ ديالنا كنت عارفه ان عندنا القلب، ان عندنا مثلا لي بومون، الفران، المعده و ليغا، صافي ما كنتش عارفه ان عندنا البنكرياس، ما كنتش عارفه مثلا لوكوغ ديالنا شحال ديال لي زوركان فيه، ما كنتش عارفه مثلا غير القلب اللي كاين مثلا لوكوغ دغوات لوكوغ غوش، ما كنتش عارفه شنو هما لي فونتريكيل، ما كنتش عارفه شنو هما لي
يعني الزغيات اللي كاينين مثلا في القلب، ما كنتش عارفه مثلا كان عندي واحد التساؤل ديما، كنقول مثلا حنا نهضروا بالدارجه القرجوطه، يعني القرجوطه كيفاش انك يدوز منها الماكله، وكيفاش كتمشي نيشان لاسبومون، ومعلاش ما كتمشيش للبومون. يعني ما كنتش عارفه ان كاين تما جوج بلايص، يعني بلاصه اللي كدير المعده وبلاصه اللي كدير الاكسجين للبومون. ما كنتش عارفه بزاف المعلومات على لوس، او شحال من العظام عندنا في لوكور ديالنا، والاسماء ديال العظامه. ما كنتش عارفه بزاف الحوايج على الجمجمه، ما كنتش عارفه بزاف الحوايج على الاناتومي ديال العين، ما كنتش عارفه بزاف الحوايج على الدماغ، على المناعه، كنت كنسمع المناعه، ولكن شنو هي المناعه، كيفاش كتحارب، يعني كيفاش كتخدم. بزاف ديال المعلومات اللي ما كنتش عارفاهم على لوكور ديالنا، خدوها من هذا الجانب، انكم كتكتشفوا لوكور ديالكم في الاناتومي، انكم كتعرفوا على لو كور ديالكم، انكم كتستافدوا وكتعرفوا داك لي زوركان ديالكم نتوما، يعني شي حاجه اللي فينا صراحه. فاش وليت كنشوف الاناتومي من هذا الجانب فوليت كتعجبني بزاف، فريمون راه كتعجبني، راه كنشيها من بين لي ماتيغ لي بريفيري عندي هي الاناتومي، والصراحه كنلقى فيها راسي بزاف، وكنكون فرحانه وانا داخل لداك الحصه ديال الاناتومي، حيت كنكتشف شي حوايج اللي فيا انا لو كور ديالي. خلوها من هذا الجانب. حاجة أخرى مثلا، أنهم مثلا ملي إلا شديتو يديكم هاكا ودرتو على ودنيكم، يعني إلا شديتو ودنيكم وكيكون حداكم واحد لوكالم، يعني يكون حداكم ثقيل ولوكالم، فغادي تسمعو لداخل. ملي كتسدو ودنيكم كتسمعو واحد الصوت بحال ديال الآلات، يعني هداك الصوت ديال لي زوغان كاملين خدامين، كتسمعو بحال الصوت ديال شي مصنع. ودوك الآلات جربو هاد القضية، يعني بحال هاد المعلومة ما كنتش عارفاها. بزاف ديال المعلومات، بزاف ديال الحوايج في لوكوغ ديالنا ما كنتش عارفاهم. ما كنتش عارفه ان مثلا المناعه فاش كتحارب، كيفاش كتحارب، يعني اي عنصر اكس مجهول كيدخل لو كور، ما كنتش عارفه انها كتمشي كتاخد عينه من داك العنصر اللي دخل غريب، واحد الجسم غريب دخل لو كور ديالنا، وكتمشي لواحد السونتر ديالها كتختار او كتصنع واحد المضاد لذاك داك الجسم المجهول، وكتجي كتقاومو به. يعني بزاف الحوايج، فغيمون اكتشفت بزاف الحوايج في لوكور ديالنا، اكتشفت ان قداش لوكور ديالنا يعني ذكي، كيفاش مثلا كيجيك داك الاحساس بالجوع. ما كنتش عارفه ان مثلا فاش كتبغي كتشهي شي حاجه حلوه، فان ديك الساعه لو كور ديالك كيكون محتاج للسكريات، وكيعطي للدماغ داك الميساج، فهي فاش كتقول شهيت شي حاجه حلوه، مثلا كتقول شي مره شهيت شي حاجه مالحه، فديك الساعه كيكون لو كور ديالك محتاج للاملاح، وكيعطي ميساج للدماغ، والدماغ يعني كيخليك انك تحس انك مشهي شي حاجه مالحه. او بعض المرات ما يمكنش واحد ما تكونش طرات لي ان مثلا كيحس انه كتقول شهيت شي حاجه وكي ما عرفتش المذاق ديالك كيفاش شهيت شي حاجه ما عرفتش شناهي، فديك ديك الساعه كيكون لو كور ديالك محتاج للماء، حيت الماء ما عنده حتى شي مذاق. وملي كيعطي للدماغ ميساج، ملي كيعطي للدماغ ميساج، فالدماغ ما كيقدرش انه يوصف لك داك يعني داك المذاق ديال الماء، يعني مثلا كتقول شهيت شي حاجه حامضه، شي حاجه حاره، شي حاجه حلوه، شي حاجه مالحه، ولكن الماء ما عنده حتى شي مذاق. فديما فاش تجيكم داك يعني داك الاحساس ديال شهيت شي حاجه وما عرفتش شنو هي بالضبط، فشربوا غير الماء، فلوكور ديالكم كيكون محتاج للماء. يعني بحال هاد المعلومات ما كنتش عارفاهم نهائيا على لوكور ديالنا، اكتشفت بزاف الحوايج من بينها، يعني كما قلت لكم، يعني من بين هاد الحوايج اللي حببوني في الاناتومي هو هاد الجانب هذا. شوفوها بهذا الجانب وكونوا متاكدين انها غتولي عزيزه عليكم الاناتومي. والنصيحه الاخرى اللي غادي نعطيكم هي ان من بعد فاش في الاول كان عندي انني حتى كنمشي ندير مثلا الدرس كنديروه في الكلاس، عاد كنمشي للدار وكنعاود نراجع وكناخذ دوك لانوت، من بعد وليت كنسولو البروف شنو هو الدرس اللي غيدير لنا في الحصه الجايه، فمثلا كيقول لنا في الحصه الجايه عندنا لا باغي ريستيغاتوار. انا كنت عاقله ان في بروميير غاني كانت عندي لاناتومي نهار الاربعاء، فكنت كنخلي النهار اللي كنديروا داك الدرس كنمشي للدار كنراجعو، باش ضروري انه باش نعاود نكتب يعني النقاط المهمه، نعاود نبحث عليه ونخليهم عندي في لاجوندا. وفاش مثلا كدور السيمانه، مثلا كانت عندي لاناتومي نهار الاربعاء، فكنت كنخلي حتى كدور السيمانه، يعني فاش كيوصل نهار الثلاث، فالثلاث في العشيه كنت كنمشي كنبحث على داك الدرس. مثلا كيف قلت لكم كيقول لنا استاذ يعني السيمانه الجايه عندنا مثلا لاباغي ريسبيراتوار، كنمشي نهار الثلاث كنبحث على لاباغي ريسبيراتوار،
كناخد معلومات مهمة وأساسية كنوطيهم عندي في الأجندة. حاجة أخرى اللي كنت كنديرها هو كنخرج كناخد تصويرة يعني من جوجل اللي كتكون واضحة وباين فيها داك الدرس، يعني داك لوغ كان ديال داك الدرس ومشروحة مزيان، وكنت كنديرها في كلا وكنمشي للسيبر ولا مكتبة وكنأمبريميها وكنلصقها في الأخر ديال الدرس. يعني فاش كنديرو الدرس في الكلاس فاش كنساليو الدرس كنلصق ديك لا فوتو. ديجا شاركت معاكم هاد لاستيس، يعني راه مهمة بزاف كتخليكم أنكم تثبتوا المعلومات في الدماغ ديالكم. يعني فاش فاتني هاد القضية ديال نسولو الأستاذ على الدرس اللي عندنا السيمانة الجاية، ففاش كنا كندخلو يعني القاسم، يعني كتمشيو وانتم عندكم معلومات وغادي معاكم بواحد المعلومات كاتبينهم، ففاش كيبدا الأستاذ كيشرح كتزيدوا أنكم تثبتوهم في الدماغ ديالكم وكتشاركوا يعني في الدرس. يعني كيكون حوار ونقاش ما بينكم وبين الأستاذ، يعني كتشاركوا في الدرس كدير واحد لومبيونس في الكلاس و ميم طو يعني كتعقلوا على المعلومات أكثر. وعلاش كنت كنخلي مثلا حتى اليوم والغد اللي عندي داك لا ماتيير، يعني مثلا عندي الاناتومي، علاش؟ حيتاش الا بريباريش من قبل بسيمانه دونك ما غيجي فين يوصل مثلا داك النهار الاربعاء اللي عندي الاناتومي، غنكون نسيت داك الريسيرش اللي درت دوك المعلومات مشاو لي في دماغي. راكم عارفين شحال من ماتيير كنقراو، راكم عارفين يعني مع خصوصا من بعد كيولي ستاج داكشي، دونك دماغك كيتبلوكا. كنخلي حتى النهار بنهار، يعني بحال اليوم والغد عندي كنراجع وكنكتب المعلومات الاساسيه والافكار وداك الشيء اللي مهم، والغد كنمشي للكلاس كيكون ديجا داك الشيء باقي في دماغي كنزيد نثبتو، وكنزيد كما قلت لكم كيكون داك الحوار في القسم هذا كيزيد انكم يخليكم يعني تركزوا اكثر. وديجا فاش كيكون واحد الدرس عندكم عليه فكره وكتمشي عاد كيتشرح يعني كتعقلوا عليه وكيبقى لكم في دماغكم. باغ كونطخ انكم كتكونوا داخلين ما عارفينوش، كيجيكم بحال البروف كيهضر بالشينوي ما كتفهموا حتى شي حاجه، كتقدري تفهمي حاجه لا وحاجه لا. يعني هاد القضيه حاولوا ديروها، يعني ما كنتوش كتسولوا البروف ديالكم، حاولوا تسولوه شنو الدرس اللي عندكم السيمانه الجايه، هادشي في لي ماتيير كاملين وبداوش بريباريو ليه. فهاد القضيه راه كتعاونكم بزاف، وكما كنقول لكم ونعاود لكم ضروري ضروري من لاجوندا، لاجوندا ديال ستاج بوحدها، لاجوندا ديال الدروس وديال ليكول بوحدها، وبقاو تنوطيو اي حاجه، سواء المعلومات اللي كيتقالوا في وسط الدرس سواء المعلومات اللي كتقلبوا عليهم نتوما، اي معلومه نوطيوها وكتبوا كيف ما بغيتوا، كتبوها بالدارجه، كتبوها بالفرنسي، كتبوها بالانجلي، كتبوها بالعربيه باللي بغيتوا، كتبوها باللي بغيتو. مهم كيف ما نتوما غتعقلوا عليها. راه دابا عندي هذوك لاجوند ديالي راه فريمون كاتبه فيها شي حوايج بالدارجه، شي حوايج راسماهم باش نعقل عليهم، شي حوايج يعني بحال هكا كتب باش ما بغيتو. حاجه اخرى هي القضيه ديال زعماج، غادي ناكد لكم عليها راه فريمون كتفيد بزاف، يعني ضروري انكم بقاو نتوما، يعني الا ما كانوش كيعطيوكم في ليكول هكا مثلا واحد ليماج فيها مثلا لاباغي ديجيستيف، واحد ليماج ديال لاباغي ريسبيراتوار، نتوما راه كلشي دابا كاين في جوجل، خرجوها. انا ديك الساعه كنت كنخرجو مغربيه دوك الحال، ما كنتش كنلقى شي واحد عنده لامبريمونت كولور، يعني كنخرجها مضبه بالبيض دوك الحال، وكنمشي للدار كنلصقها ملي كنساليو الدرس وكنلونها انا، يعني كنجيب الالوان وكنلونها باش تبان فيها شويه لانيرجي، ما تبقاش هكا مضبه ديك لا فوتو، وباش كتبقى يعني كنبقى كنزيد انني نعقل على دوك لي زوركان على دوك المعلومات. فدابا كاين لامبريمون كولور يعني موجودين في المكتبه وداكشي، يعني حاولوا انكم ديروا هاد القضيه ديال لي زاماج وتلصقوهم. بالنسبه في الماتيريال في الصوان، بالنسبه للاناتومي، يعني هاد القضيه يعني حاولوا انكم تاخذوها كقاعده عندكم. فهادو هما الحوايج اللي انا كنت كندير باش كنت يعني باش وليت انني عزيز عليا الاناتومي، وليت انني كنفهمها، وليت ما بقاش لقيت مشكل فيها. كنتمنى ان هاد النصائح يفيدوكم، كنتمنى انكم ديروا بهم، راه كنقولها لكم ديما راه دي جست لي صغار وبساط ولكن كيعطيو تاثير ومفعول كبير. حاولوا تاخذوا بهاد النصائح وديروهم، وانا متاكده انكم غتحسنوا من النيفو ديالكم في الاناتومي. المهم هادو هما النصائح اللي يعني والحوايج اللي انا كنت كندير شاركتهم معكم، كنتمنى انهم يفيدوكم، ما نطولش عليكم فيديو اكثر من هكذا. تهلاو في راسكم، ما تنساوش الا عجبكم لا فيديو تخليو لي لايك ديالكم، لي كومونتير ديالكم، اقتراحاتكم، اي حاجه. راه لي كومونتير ديالكم ولي ميساج ديالكم زوينين، ولا لايك ديالكم هما اللي كيشجعوني انني نحط فيديو اكثر، انا نحط يعني نحط مواضيع اكثر. ما نطولش عليكم فيديو اكثر من هكذا، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم، تهلاو في راسكم.